السلام عليكم. موضوعنا اليوم هو الكابلينجز أو القارنات. القارنة هي جزء ميكانيكي يربط جزئين مع بعضهم. A coupling can be defined as a mechanical device that permanently joins two rotating shafts to each other. هنا عندنا عمودين، عمود نريد نطوله يعني نسوي له حتى نوصله إلى مكان أبعد، فنستخدم كابلنج. أبسط أنواع الكابلنج هو الماف كابلنج. الماف هو عبارة عن يعني اسطوانة مصنوعة من الفرو اللي تستخدم لتدفئة اليد بالمناطق الباردة أو السليف الردان. فهذه الماف كابلنج هي is also called sleeve coupling or box coupling. It is a type of rigid coupling. هذه الكابلنج تصمم على أساس خبرة المهندسين المتمرسين، وأعطونا هذول المهندسين بأنه طول الكابلنج هذا هو 3.5 دي، هذا قطر العمود، دي هو قطر العمود، وطول الكابلنج هو 3.5 دي، وقطر الكابلنج هو 2 دي، 2 دي زائد 13 ملي متر. هاي السليف او الموف. ايضا يوجد مجرى خابور بالعمودين ذني والمف او السليف، وبيناتهم يربطهم الخابور. هذه هي ابسط انواع الكابلنجز. عندنا العزوم المؤثرة على هذه الكابلن هي مثل ما مبين بهذا الشكل. هذا هو الانبوت شافت اللي جاي يجينا من مصدر خارجي. هذا الامتي هو اللي راح يكون مؤثر على الخابور، وبعدين الخابور راح يأثر على السليف. هذه هي الرياكشن تويستينج مومنت، راح يكون عكس هذا. هذا راح يكون هنا، راح يجي انبوت، راح يكون هنا عندنا اوتبوت الى الاوتبوت شيفت، وهكذا. مثل ما ذكرنا بانه القطر الخارجي للسليف او الماف هو 2 دي زائد 13، وطول الماف هو 3.5 دي. The sleeve is calculated by treating it as a hollow shaft subjected to torsional moment. هاي الماف نصممها على اساس انه هي نوع من الهولو شافت اللي درسناه سابقا، ومعرض فقط الى تورشنال مومنت. فانتبه هنا، هذه نعاملها على اساس هولو شافت، نستخدم قوانين الهولو شافت، وايضا معرضه الى تورشنال مومنت فقط، ليس هنالك عليها بيندنج مومنت. كيف نصمم او ديزاين بروسيجر فورم اوف كابلنج؟ اول شيء نحسب الدايمتر اوف ايتش شافت. شلون نحسب قطر كل عمود؟ عندنا مثل ما عرفنا، اذا كان عندنا الباور والسرعه معلومه راح نقدر نحصل على التويستينج مومنت او التورك. ومن حصلنا على التورك، حسب ما قلنا قبل قليل، الكابلنج هي معرضه الى تورشنال مومنت فقط، فنطلع الشير ستريس. الشير ستريس هو 16 امتي على باي دي تكعيب، ومن منا نقدر نحصل على قيمة دي او قطر العمود، بمعرفة نوع المادة اللي تعطينا او نقدر نحصل من عندها البيرميسيبل شير ستريس. ايضا نقدر نحسب ابعاد السليف حسب المعادلتين اللي ذكرناها السابقة. الاولى هي انه قطر السليف هو 2 دي زائد 13 دي اللي حصلناها من الخطوة الاولى، وطول السليف هو 3.5 دي. هذين القيمتين اللي حصلناها لازم نسوي نشيكها
and check also check the torsional shear stress induced in the sleeve. لازم نحسب الشير ستريس المتولد في السليف. هذا الشير ستريس بالطبع مثل ما قلنا راح نعتبرها هي السليف، هذه هي هالو شافت. فبالهالو شافت عندنا التاو تساوي ام تي في ار على جي، والجي هي باي ديوس 4 ناقص سمول ديوس 4 على 32، والار هو نصف القطر للدائرة الخارجية للسليف اللي هو كابيتال دي على 2. فنحسب التاو هنا من هاي المعادلة من التويستينج مومنت هذا اللي هنا حسبنا، ومن الأقطار القطر الخارجي للسليف والقطر الداخلي اللي هو نفس قطر العمود، ونقارن بين هاي التاو اللي راح نحصل عليها من الإجهادات مع هذه التاو اللي راح نحصل عليها من المواصفات المعدن، ونشوف أيهما أكبر. فإذا كانت الإجهادات المسلطة على السليف هي أقل من إجهادات اللي حصلنا عليها من مواصفات المعدن أو متانة المعدن، راح يكون التصميم آمن وصحيح. أيضا بعد عندنا الجزء الآخر من الكابلنج هذا، لأن هو الكابلنج هنا متكون من ثلاثة أجزاء، العمود وجدنا قطرة أو أبعادة، والسليف أيضا قطرة الداخلي هو نفس قطر العمود القطر الخارجي هو حسبنا، وطول السليف بقى عندنا أبعاد الخابور. أبعاد الخابور بالطبع تعتمد مثل ما شفنا على قطر العمود، من قطر العمود نقدر نحصل على البي والاتش، وأيضا من السليف. هنا نشوف هنا بالخطوة السابقة أنه قطر العمود الفعال هو من هاي النقطة إلى هذه النقطة اللي يساوي L، هذا الفعال اللي هو جاي ينقل الباور، هذا الجزء غير فعال، الجزئين هاي الصغيرة من اليمين واليسار، هذا الجزء الفعال يساوي L، هذا ال L نصفه موجود بالإنبوت شافت ونصف الآخر بالأوتبوت شافت، فلهذا قطر طول الخابور لكل عمود هو L على 2، يعني طول السليف مقسوم على 2. عندنا مع وجود هذه الأبعاد للخابور، يعني طلعنا أبعاد الخابور كلها ال B وال H وال L، لكن هسه لازم نشيك هل هذه الأبعاد تستطيع نقل الباور الموجودة، هل راح تفشل مادة الخابور تحت تأثير الكومبرسيف ستريسز أو تحت تأثير الشير ستريسز. فلازم نشيك نحسب قيمة الشير ستريسز والكومبرسيف ستريسز، هاي المعادلات اللي كانت عندنا بالخوابير المستطيلة أو الفلات كي. فالتاو يساوي 2 ام تي على دي بي في ال، والسيجما سي 2 ام تي على دي اتش ال الدي والH والB والL، هاي كلها معلومة. فمن عدها نحصل من عدها نقدر نشوف هل هذا راح المعدن يتحمل حسب بمقارنة الإجهادات هذه مع الإجهادات اللي حصلناها من مادة المعدن أو من متانة المعدن. بصورة عامة، the shafts and key are made of plain carbon steel، بينما the sleeve is usually made of gray cast iron of grade FG 200. وشكراً.